وخلينا نتكلم على، بما ان حضرتك بتتكلم على قد ايه مباراه تاريخيه، فكره مبادره الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه انه طبعا لا للتعصب مصر اولا، وانه لازم يكون في روح رياضيه، لازم يكون في مظهر لائق بالكره المصريه وباسم مصر. يعني احنا بنتكلم على طبعا مباراه كبيره هيتابعها ناس كتير، يعني شايف ازاي المبادره دي؟ شايف قد ايه المفروض الفتره دي نبقى كلنا بنعمل دورنا باكمل وجه، ان ما يكونش في اي نوع من التعصب بين جماهير الفرقتين؟ خليني هنا من بيتنا ومن قناتنا النادي الاهلي يعني اتوجه بالشكر طبعا للدكتور اشرف صبحي لتكمله الدوري في البدايه وتكمله النشاط الرياضي بشكل عام في مصر، لانه الحقيقه كانت ناس كثيره متخوفه من الكورونا ومن تكمله النشاط الرياضي في مصر خاصه الدوري. يعني يمكن الحقيقه دعمه واصراره على تكمله المشوار وتكمله النشاط الرياضي في مصر حقيقة كان ليه نتائج هائلة جدا جدا على مستوى الأندية وكمان على مستوى منتخب مصر. النهاردة بنشوف نادي الأهلي ونادي الزمالك في نهائي أكبر أو ثالث أكبر بطولة في العالم، مش بنتكلم بس في أفريقيا، ثالث أكبر بطولة في العالم بعد أوروبا وبعد أمريكا الجنوبية بطولة أفريقيا. بنتكلم عن وجود بيراميدز كمان في نهائي الكونفدرالية، بنتكلم عن تكملة الدوري المصري، بنتكلم عن وصول منتخبنا إن شاء الله بنسبة كبيرة جدا جدا للدور اللي بعد كده في تصفيات أمم أفريقيا، وبالتالي كان الإصرار رائع جدا جدا على تكملة النشاط الرياضي. دور الحقيقة وزارة الشباب والرياضة ودور الدكتور أشرف صبحي الحقيقة مهم جدا جدا، لأنه كمان بيشتغل على الناحية الجماهيرية وكمان على الإعلام والسوشيال ميديا في دعمهم الكبير جدا والمهم جدا لنبذ التعصب. مبادرة مهمة جدا الحقيقة في التوقيت الحالي، يمكن لسه ما فيش عودة للجماهير، نتمنى إن شاء الله. كنت يعني تتمنى تشوف جماهير في المباراة؟ بالتأكيد، يعني أعتقد أن كرة القدم بدون جمهور يعني بدون رائحة وبدون لون وبدون طعم، ولكن يعني السوشيال ميديا الحقيقة خلت شوية الأمور فيها تعصب كبير جدا جدا، واعتقد انك متفقه معايا شويه ساره انه الاعلام لابد ان يكون ليه دور كبير جدا جدا مع الوزاره، مع وزاره الشباب والرياضه، مع دكتور اشرف صبحي في تبني هذه المبادره. مهم جدا جدا انه التعصب خلاص ننبذ هذا التعصب، وانه الناس تشجع، حب فرقتك زي ما انت عايز، شجع فرقتك زي ما انت عايز، ولكن التعصب الحقيقه اصبح شيء يعني مرعب ومخيف، واعتقد ان الناس كلها في العالم كله ابتدت تراعي هذه الامور. يمكن حصل عندنا في الكام سنه اللي فاتوا دول عايز اقول كارثتين، الدفاع الجوي وبورسعيد، وفقدنا شباب يمكن لسه شباب طالع 17 18 سنه. اعتقد انهم كارثتين كانوا يكفوا ان ما يكونش في عندنا تعصب في الفتره اللي فاتت، والفتره اللي جايه ان شاء الله يكون الوعي الكامل، اننا يعني نتبنى مع الوزاره ومع دكتور اشرف صبحي وطبعا الانديه على راسهم طبعا النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي بقياده طبعا كابتن محمود خطيب ومجلس اداره نادي الزمالك، الانديه الكبيره والجماهيريه الكبيره، مهم جدا جدا ان هم يساهموا ويساعدوا في ده كمان. أكيد.